صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: فشى بين طلاب العلم عدم البشاشة فيما بينهم، وذلك بعد دخول الجماعات إلى هذه البلاد، وذلك خوفا بأن يكون هذا الطالب ينتمي إلى جماعة معينة، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟ هذا منكر ولا يجوز. كلكم إخوان ولله الحمد، كلكم مسلمون وإخوان، عقيدتكم واحدة، ليس بينكم اختلاف في العقيدة. أما أنك أنت تنتمي لكذا وهذا ينتمي لكذا، مع فالعقيدة ما فيها بأس، كلها عقيدة توحيد، كلها عقيدة سليمة، فأنتم إخوان وإن اختلفتم في بعض الأمور. والخلاف الذي لا يصل إلى الخلاف في العقيدة هذا يتسامح فيه، أما الاختلاف في العقيدة لا، لا يتسامح فيه. أما الاختلاف في دون الاختلاف في العقيدة هذا يتسامح فيه بين الإخوان. نعم.